الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحين كسر شر كتاب رياض الصالحين خاصة، وحين كسر كتاب اللباس حديث كسيدات بقول يلا باتن دبع ذا قار كودنا وسيدات بقول يسقال يلا باتنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي حأهان شري عليه الصلاة والسلام يصلي متو كذا من الليل هبين كجده سوحو تكنشري، أي في الليل 11 ركعة كوب يتمرق عدود بتكنشري. فإذا طلع الفجر مركواق دلاعه صلى ركعتين وحو تكنشري لبرق عدود خفيفتين فطفضوض بمعنى سهلا عند ديرين لبرق عدود عند ديرين أي تكنشري. ثم الضجع لأن النبي عليه الصلاة والسلام واجب سنشري على شقه الأيمن لين عيسى مدقية مدق تحيقا أي أجيب سنشري حتى يجي المؤذن إلى أكائمنا أي مؤذنك إلى أكائمنا وفيؤذنه أغيسي الصلاة وقت قيد إن الصوت قريب أو دون أي إن القيمة. متفق عليه بخاري مسلم بأسك وافقين. حديث كان وحوة الماما يا النبي عليه الصلاة والسلام كوب يتمرق عدود إنه هبين كنتو كنشري أي تلماما يا ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. يعني حلق رمضان تهي حلق إن رمضان هاي حلق والب النبي عليه الصلاة والسلام كما بذين شرين سيدا غالب كآه كوب يتمرق عدود كما بذين شرين. حديث والا سوري تلماما يا صدح يتمرق عدود النبي عليه الصلاة والسلام إنه تكذي إنك استوى علماء قاركود أي لهدين كوب يتمرق إنه يهين بل وحن باريا لبضا كلا أما لبضي الصبحي أهاين أما لبو أما الله بدي عشاء كدن بيه هاي. لكن ظاهر كالروايات كمرك الله في رصده وحكم وقطع إن الله بدأ سديرات كأهاين روايات كحديث كان الله تتبع الله رارا مرك وحلقوا حنباري على كل حال إن صدح يتمرق عدود إن أهاين بلقوا حنباري وآنوا كتشرين لبدي عشاء هاي لبدي الصبح كهري لبدا مدنبا إن كتشرين. حديث كان كلام مرك عائشان وحلقوا حنباري إنه سيدي غالب كأهيدا تاي إن غالب كأيتهايو يعني سيدا بضن إنه أنت كبدين شرين تصل وحنباري هيا الشيء النبي عليه الصلاة والسلام كوب يطبن كارك عدد وادي رين شري واختي ذا قارن عددها وابوي رين شري لكن قراءة ذا أيو دي رين شري يركوع ذا يسجود يعتدال كأنت بوادي رين شري قرأنا سنة حديث قارك وذينك صارو رطي النبي عليه الصلاة والسلام هل رقعت كنت كذي سورة البقرة هي سورة النساء هي سورة آل عمران صدحة سورة لما يسترم برقعت كليك وأخري وشنشس يلا ومقرئ ورقعة واحدة برقعاتك كلك ورن ولبقي راضة انتو ديري أركانتا كلمك قابين شريني أركانتا كلمك وديرين شريني. والصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وحي أهان شرتي متناسبة مد مركا اسم مناسبة أهان شرتي أمرك وقت الدير تاقنا هذا وقت الدير نور ركوع سنان شري وقت ديرنا اعتدال بكسقنان شري وقت ديرنا وسجود سنان شري إنك استوى مد والبا تقدم بيساتي كهوريسي أي كقابنان شرتي ركن والأوضن بيبا ركن يكهوريي وكقابنان شري مركا النبي عليه الصلاة والسلام وديرين شري. الشيخ ابن عثيمين وحول العدة مركا وحوي كوب يطبن كي رقع دوت كتاه سيدو النبي وديرين شري عليه الصلاة والسلام نأدي ريسا يعني النبي وحوك وافقي يعني وحوي كيف يدي يكم يدي مدوالبا يعني قابك أتوكن شرينا وأتوكدو سيدو وديرين شري وديري عدد كي يتردنا وكوافقا لكن كمركا أنصاص وكلا أوليرين دون داري في السمائية وحين تاكسوك هي لكن ترضى كوبية تبنكي تكدا نبي عليه الصلاة والسلام كيف يديها كو خلافين لكن كم يدي وعدد كي ركعاتك أي كوافق أعدنا مركا وحوية ترضنا مركا كددة كيف يدي يقابك نكددة اللبضة والنبي وكو خلافتي عليه الصلاة والسلام عبارة عن كاسة نحو هذا أيها الشيخ ابن عثيمين أرمي مركز جماهير علماء وحي قبان قيام الليل كوالا قبضين كراء يعني مركز عدد كن ومحدود ما أهبي مركز قبان جماهير أهل العلم
waa laga badin karaa bay qabaan jamaahiirtu, oo maxduud kuma ahoo intaas. Marka waxa weeye ha ka badinina lama hayo inuu marka waxa weeye tiradu ay sii daysan tahayoo yacni aan tiro mucayana lagu xadidin ayay markaa doortaan jamaahiirta culammadu. waxaanay ka daliishadeen xadiiskii tilmaamaya salaatu leyli masna masna faidaa khashiya axadukum asubxa falyuutir sallaa ragcatan tuutiru lahu maa qad sallaa, ragcad buu tukanayaa u witriyeynaysa wixii uu tukaday. marka xagga waqtigaa laga xadiday oo ilaa markaa fajriga intaan la gaarin baa lagu xadiday, xagga tirada lagama xadidin ayay markaa yidhaahdeen. waana sida sheekhul islaam ibnu taymiya iyo ahlucilmi badan oo kaleba marka ay yidhaahdeen. xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam 12 ragcadood markuu tukado, hadduu markaa waxa weeye waagu dilaaco 2 ragcadood oo khafiifuu tukan jiray, yacni marka aan dhaadheerayn 2 ragcadood waa sunnatu lfajri, waa sunnihii subaxee qabliga ahayd wey, 2 ragcadood ee subaxa ka horreeyey weeyaan. salla ragcatayna khafiifatayn. markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhinaca midig u yara jiifsan jiray, ma seexan jirin, laakiin maadaama waqti badan uu marka qiyaamu leyl u taagnaa, in yaroo istiraaxa ah ayuu dhinaca midig u yara jiifsan jiray ilaa inta mu'adinku imanayo, yacni marka ayuu yara jiifsan jiray. mu'adinku markuu doonayo inuu qiimo, markaasuu soo ogeysan jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam, markaasaa nebigu soo bixi jiray. markaasu waxa weeye yacni la qiimi jiray oo dadka tuujin jiray. jiifsigan dhinaca midig loo yaro jiifsanaya marka sunnaha subaxa la tukado dabadeed, waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen sunnahaasi waa qofkii qiyaamu leyl markan tukaday oo qiyaamu leyl ku soo jeeday qaybtan dambe, xaaladda caynkaas bay ku gaar yeeleen. ahlucilmiga qaarkood yidhi hadduu maya 2 ragcadood ee sunnaha ay tukadaba, yacni waxa weeye waa jiifsan karaa dhinaca midigan uu jiifsadaa, waa fiican tahay in yarsa uu yaro jiifsadaa, yacni itibaacan linnabiyi sala allahu calayhi wasalam waayahay. xadiiska 822 dabcadaha qaarkoodna waa 830 ee waa can xudayfata radia allahu canhu qaala kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam ida akhada madjacahu min alleyli. xudayfa waxa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray idaa akhada madjacahu makaanu jiifkiisa hadduu qaato min alleyli habeenka gudihiisa ama qeyb habeenka ka mida uu qaato makaanu jiifkiisa ama madjacahu ay iddijaacahu jiifsigiisa hadduu qaato min alleyli bimacnaa gudagalaa loo jiida habeenka markiisa markaa qeyb ka mida wadaca yadahu wuxuu dhigi jiray gacantiisa taxta khaddihi dhabankiisa hoostiisu dhigi jiray summa yaquulu deedna wuxuu odhan jiray intuu baabacada markaa dhigo dhabanka hoostiisa dhigo oo sidii wax barkanayo kale ka dhigo summa yaquulu deedna wuxuu odhan jiray allaahumma yaa allaahu allaahow bismika amuutu waaxyaa bismika amuutu magacaagaan ku dhimanayaa wa axyaa aan ku noolaanayaa bimacnaa adaa in noolaynaya adaana idilaaya isimkaaga xusaan xusaayaanan ku dhimanayaa kuna noolaanaya. waida istayqada markuu baraarugo qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii axyaana alxamdu mahad oo dhan lilaahi allah bay u sugnaatay ama allah baa la gaara alladii kaasoo axyaana na nooleeyey bacdamaa amaatanaa markuu na dilay dabadeed ay bacda imaatatina wa ilayhi annushuur xagga allah oo keliya ayuu ahaaday soo noolayntu iyo soo saaritaanku. nushuurku waa ixyaaga, waa soo noolaynta weeye. rawaahul bukhaari iyo xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey. xadiiskani waxa uu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu habeenkii seexanayo qaabka uu jiifsan jiray inuu markaa gacantiisa dhabanka hoosiisa inuu dhigi jiray. nebiga taariikhdiisa oo dhan ayaa layna soo wariyey. shaqsi aan nebi maxamed ahayn calayhi salaatu wasalaam oo axwaashiisoo dhan laga waramay yaa xaal kastaba oo nebi maxamed ahayn ma jiro. sida looga waramay waxay tahay si daqiiqoo aan shaynaba laga tegin. hadday tahay siduu wax u cuni jiray, siduu wax u cabbi jiray, siduu dharka u gashan jiray, siduu markaa kabaha u gashan jiray, siduu u bixin jiray, yacni midabada markaa xataa dharka u gashan jiray inta midaba markaysa markaa ay ahaayeen, cimaamada siduu u xidhan jiray,
cimamadiisu midabaday ahayd cuntada markay isaga cuni jiray noocyada cuntada uu jeclaa yacni sida marka waxa weeye qaabka uu qaadan jiray cuntada waxa uu ku bilaabi jiray waxa uu ku khatimi jiray noocyada cuntada markaysa marka uu karaahiyeystay hadda marata yacni waxa weeye aadaabtiisii oo dhan sida uu u seexan jiray yacni qaabka uu jiifsan jiray marka uu jiifsanayo wuxuu odhan jiray cid alle ciddu la hadlayo wuxuu markaa kula hadlay nebigu calayhi salaatu wasalaam kulla shay baa laga warramay kulla shay taariikhdii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wax qarsoon ma jiro shaqsi kaloo yacni fi dunyaa looga warramay sida nebi maxamed looga warramay ma jiro kulla shay baa laga warramay kulla daqiiqin wa jaliil waxaa la yaqaanaa ragga zucamadee waaweyn dee markaysa marka xoon ee taariikhdooda la yidhaahdo waa la qoray taariikhdooda waxaa laga warramaa wax kooban laakiin nebi maxamed waxaa laga warramaa axwaashiisoo dhan asxaabta nebigu intay u yimaadaan zawjaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam bay waxay weydiin jireen nebigu markuu guriga joogo muxuu qabtaa markaasay uga warrami jireen maaho keliya xataa siduu cibaadaystaa maaha axwaasha kale uu qabto inay ka warramaan markaasay uga warramayeen markaa zawjaadka nebigu sala allahu alayh waslam uga warramayeen marka nebiga wax walba waa laga warramay taariikhdiisu waxay tahay taariikh yacni waxa waadixa oo markaa cad waan marka qarsoonayn ee wada qoran kulligeed saas marka waxaa xadiiska inoo sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu habeenkii seexanayo gacantiisa ayuu dhabankiisa hoos dhigi jiray waxay yidhaahdeen culammadu waa sida marka waxa weeye meydka marka la dhigayo xabaasha loo dhigo yacni saasuu markaa u jiifsan jiray markaasaa isagoo sidaa u jiifa ayuu wuxuu odhan jiray allaahumma bismika amuutu waaxyaa haddamaha inuu fadhi ku odhanayo summa yaquul baa layidhi markaa dabadeed buu odhanayaa intuu jiifsaday oo sidaa u jiifsaday qaabkaa ayuu dikriga ku dhawaaqaya magacaaga ayaan ku dhimanaya kuna noolanaya markuu baraarugana wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi annushuur ilaahay buu u mahadnaqayaa waxaa mahadi u sugnaatay ilaahna soo nooleeyey markuu na dilay dabadeed mowtka waxaa laga cabirayaa imaatada hurdadii annawmu akhu lmowt waatay xadiis ku soo aroortay in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hurdadu waa geerida walaasheed marka hadda hurdadii baa isticaar ahaan waxaa loogu magacaabay yacni geeri baa loogu magacaabay yaa imaataa lagu magacaabay qariinadana caddaynaysa in saa looga jiido alxamdu lilaahi aladii axyaanaa bacda maa amaatanaa wa ilayhi nushuur xagga allah baana markaa soo noolaynta iyo soo saaritaankuna ahaatayoo marka laysoo nooleeyana xagga ilaahay baa lay celinayaa xagga ilaahay ayaa lay celinayaa xadiiska 822 dabcadaha qaarkoodna waa 831 wacan yaciisha ibnu tikhfata alghifaariyi radia allaahu canhu qaala qaala abii baynama ana muddajicun fi lmasjidi calaa batnii ida rajulun yuxarikunii birijlihi yaciisha ibnu tikhfa waxa uu yidhi aabbahay ayaa wuxuu yidhi qaalada hore yaciish baa iska leh qaalada labaadna waxa iska le aabbihii tikhfa tihfana waa la yidhahdaa marna halkaa khaadaa baa haa lagu bedelaa marna waxa weeye khaa baa la akhriyaa wuxuu ihi baynamaa waqti gudihiisa ana muddajicun anigu aan jiifo fi lmasjidi masjidka gudihiisa aan jiifo calaa batnii calooshayda aan u jiifo idaa rajulun wabayadii oo nin yuxarikunii uu idhaqaajinayo birijlihi adinkiisa igu dhaqaajinayo yacni adinkiisa igu taabtay fa qaala wuxuu yidhi ina haadihi dijcatun yubqiduha allah ina haadihi tani dijcatun qaabjiif wey dajca nusakha qaar qorayaan nuskada sharaxuna ayba dabdinaysaa bilxuruufi laakiin sida sawaabkay ku saxan tahay waxa weeye waa inay daadku hoos dhigayin marka hay-ad baa laga tilmaamay ismu hay-a wey ina haadihi tani dijcatun qaab jiif weeye qaab loo jiifsado weeye oo yubqiduha allah allah u neceb yahay qaab jiifkaasoo allah u neceb yahay qaala fanadartu waan eegay buu yidhi ninkii baan eegay fa idaa rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam waaba isagii oo rasuulkii ilaahaya sala allahu aleyh wasalam waaba isagii oo uu ku sugan yahay meesha rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam ama uu isagu yahay rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalam rawaa abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey xadiiskan sheekhu waa saxiixiyey waxa uu tilmaamay inuu markaa xadiisku saxiix yahay wakadalika culamo kale oo saxiixiyeyna waa jiraan sheekh albaani laftiisuna
xadiiska waa saxiixinaya. Marka waxaa jira markaa waxaa dariiq kale oo la soo wariyey oo abu hureyre laga soo wariyey oo a'imada qaarkood ay cilleeyeen, abu xaatim iyo yacni marka a'imo kaleba ay cilleeyeen baa jirta, iyo bukhaari laftiisuba. Marka dariiqa abu hureyre laga soo warinayaa waa macluul marka wey, laakiin dariiqan marka isa marka xun ayaa ka roon oo culimmada qaarkood ay quweeyeen ayna markaa tilmaameen xadiisku inuu dariiqan ku saxan yahay. طريقة كلام أبو هريرة لقصة ورينا يظاهر كالسند كيدو وينو حسن يهي، لكن علماء ذوي علاليين وحي إلى هدين ومعلولة مركا طريقة مركا حديث كطريقة والسوقين يهي سيدة أي ماذا قال كذا أي تلمامين إمام النووي نكم يديه حديث كان وحو تلمام يا إن علوش الله سيحضو بيرك الله تشيف سدو قاب كاسينا نفي عنين أي تهي تشيف إلى هي النعبيه قاب الله تشيف سدو الله النعبيه يميه. Nabigu calayhi salaatu wasalaam marka uu ku yidhi ninkaas ina hadii dijcatun yubqiduha allah wa min baabi inkaari lmunkar man ra'a minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaani, waxaa laga qaadanayaa munkarka in la inkiro oo cidda la imanaysa lagu inkiro oo marka waxa weeye markaa loo diido laga reebo ayaa laga qaadanaya. Nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkii ma canaanan waxaa laga qaadanayaa qofku mas'alada haddaanu garanaynin inaan la canaananayn, waayo canaantu waa nooc tacsiir ah. Wax canaan ah nebigu kuma samayn calayhi salaatu wasalaam ee mas'alada ayuu u sheega. Qofku markuu ogaado ee mas'aladii loo sheega dabadeed hadduu la yimaado markaasaa canaantu imanaysa, laakiin marka hore mas'alada bes baa lagu baraarujinayaa loo sheegaya. Waxaa laga qaadanayaa in marka ciddii la imanaysa laga reebo. Waxaa kaloo laga qaadanayaa caruurta in markaa lagu tarbiyeeyo sidii ayna beerka ugu seexan lahayn, loo diido caruurta inay beerka u seexdaan, waayo waa tarbiya ay la qabsanayaanoo hadday markaa waxa weeye caadaystaan in beerka ay u seexdaan markay weynaadaanna sidii bay u wadayaan. Laakiin ilaa yaraantoodii marka laga reebo way la qabsanayaan, marka dambe waxay noqonayaan qaaraan u seexan in beerka ayay noqonayaan. حديثك سيدات بقول يا صدح يا لباطن طبعاها قاركود نوى سيدات بقول يا لبي يا لباطن. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تره. رسولك وحول عليه الصلاه والسلام من قعد كوكاستو فريستا مقعدا فرد فريستا اما مقعدا مكان فرد فريستا ميلا فريستا فريستا مستر ميمي اما ظرف مكانية بالوضع مدول بالو فصيركا مقعدك أسو لم يذكر الله فيه أن قده سإله كحس كانت عليه من الله تره وحكو سقنان يسكر كيسا حال تره صوصعة من الله حق الله إكاها تيترة يعني نقصان باكو سقنان يسا أما الراعيتان لو راعيو لو دبقلايو خلت كأي لي ما دين لو دبقلايو أيا مركا كو سقنان يسا أما لها تره نقصان تلو قتشيدا. ومن اضجع كوكاستو تشيف صدى مضجعا تشيف تشيف صدى اما مكان لا تشيف صدى تشيف صدى لا يذكر الله فيه مضجع سو الله انو كحسن قديس كانت عليه من الله ترى كانت وحا هانيس عليه كركيس وحا هانيس كائنة عليه اما مستقرة عليه من الله حال ترى صوصعة من الله حق الله كأهاتي تيرة نقصان أيا كركي سأهانيس وعلى أقل الثواب كيوا كان نقصان أيا أما تيرة يعني الطبيعة أيا أهانيسو يعني دنبي أيا اللور راعيا وآخرة اللو قبصنيا اللور راعيا واللو قبصنيا تقستا وكتقي حسك إلهي اللي حصا أيو شيفكا وشيف سدي ويسكدي إنو إلهي حصو أيا مركا وحوية دنبي اللو راعيا يعني واجب إنو كتقي أما النقصان باكو سبنانيس. رواه أبو داود أبو داود بسوري بإسناد حسن سند حسن أيكو سوري الترة بكسر التاء وحيكو سوغان تاي تاء دا هو سلقي دا تاء دا سؤال مثناتي تي لبضا دبعوض لهيدا من فوق وحق الصرير دبعها كلها وكر كل بلي كر كل بلي وهي النقص والنقصان توي. وقيل وحلي الطبيعة
والراعتانka loo raacayo loo dabagalayo bimaana loo qabsanaayo xuska ilaahay la iman waayay waqtigaas yaan loo qabsanaayo hadiskan sanadkiisa kulli waxa ku jira ibn ajlan ba ku jira wa markiisa yaan nooc yar dhaaf ya ku yar sugan laakin waa run yahay saasawadeed hadaan mukhalafa aanu ku dhicin culimada hadiskiisa way taxsiinayaan hadisku mawduucan ku saabsan ama abu hurayra laga soo wariinayo ama qeyrkiina matsacani kuma jiro saasawadeed baadhi baba cilleeyay yaani qadar kan ay shaa culimada qarkood way marka taxsiinayeen oo waa quweeyeen sida marka nawawi ba hadda taxsiinayo bi isnaadin xasan uu yiri way ugama muuqan in mukhalafa uu sameeyay ziyada inuu sameeyay bas ayuun baa marka u muuqatay taasina waxay ku dhisan tahay hadduu marka waxa weeye cid dacfi ku yara jiro aan weynayni oo dabdigiisa iyo xifdigiisa aanu dhammaystirnayn ziyaadada uu ziyaadiyo miyaa la qaadanayaa mise waxa weeye waa la cilaynayaa a'imadii mutaqadimiintu waxay u badnaayeen mar haddaan xifdigiisu buuro ahayn ee uu yahay mid uu dacfi ku yara sugan yahay xifdigiisu walow haba lagu kalsoonaado sida kale ziyaadada uu ziyaadiyo inaan la qaadanayn laakiin xifdigiisu hadduu buuro yaho nin siqaa uu yahay oo markiisa xifdigiisu buuro yahay waxa uu ziyaadiyo waa la qaadanayaa yacni marka waxa weeye haddii isagu markaa xifdigiisu dhammaystiray saasaa a'imo badani ay qabeen calaa haada waxay noqonaysaa nadar inuu ku sugan yahay qadarka dambe laakiin inta hore inay sugantay shaki kuma jiro riwaayaad kala duwan iyo axaadiis kala duwanna waa ku yimaadeen axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa dikri ilaahay la xusaayo ciddii aan la iman inay aakhira tiiraan yoonayso axaadiista qaarkood waxay ku sii daraysaa salliga nebigana ciddaan la iman waxaa ka mid a xadiiska sheegaya in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maqacada qowmun maqcadan laa yadkuruuna allaha caza wajalla walaa yusalluuna cala nabiy sala allahu aleyhi wasalam ila kaana calayhim xasratun yowma alqiyaamati wa in dakhaluu ljannata lithawaab rawahu limaam axmed can abi hurayra wasaxaxahu alalbaniyu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qola ma fadhiisato meel la fadhiisto oo aynay allah ku xusin nebigana calayhi salaatu wasalaam aynay ku salliyin inay korkooda ku sugnaato maalinta qiyaamo mooyaane tiiraanyo iyo qoomamo ay ka tiiraanyoonayaan xus la'aantaa iyo salli la'aantaa hal meel ay sidaa ku sameeyeen ay ka tageen xuska ilaahay xusi lahaayeen iyo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam ku sallin lahaayeen waaw baa laysugu cadfay marka waa liljamci labadaba in la rabaa laga qaadanaya xasradan iyo tiiraanyadan xadiisku wuxuu sheegayaa hadday xataa jannada galaan sawaabka ka maqan ee ka dhinmay ay waayeen ee ka baaqday aawadeed bay u tiiraanyoonayaan oo u qoomamoonayaan macnihiisu waa waadix wa cadiy oo tiiraanyo kasta ma aha dee waxa weeye cuquubo inay ka timiin hata laynoo sheegay qof kasta markuu dhinto waa tiiraanyoonaya kii xumaa wuxuu u tiiraanyoonayaa xumaanta uu ku sugnaayo inuu ka toobad keeni waayey iyo camal wanaagsan inuu la iman waayo kii wanaagsanaana wuxuu u tiiraanyoonayaa yacni sawaabkiisa iyo ajarkiisa inuu nuqsaamo intaa ka badin waayey ayuu u tiiraanyoonaya mid waliba is-cilkaambiyaya laakiin sida laysu cilkaambiyaya kala duwan yaa marka mid sawaabka ka maqan aawadeed buu u tiiraanyoonayaa uu isleeyahay allah dad ka badin lahayd ficnaan lahayda darajada adiyo sawaabka waa sii weynaan lahaa yaa alla markaad adduunyada joogtay maad ka sii badisid intaa si darajadaad u kor noqoto si sawaabkaagu bato axaadiista qaarkood waxay tilmaamaysaa tiraday tilmaamaysaa qaarna xasraday tilmaamaysaa tiradana tafsiirkeeda culammada qaar baa tabica u fasiray tabicaduna waa in loo raacayo loo qabsanayo saasaawadee bacdu ahli cilmi waxay ka qaateen majlis kastoo qofku u fadhiisto inay waajib tahay inuu ilaahay ku xuso walow marra markaa kaana waxaa ka imanaysaa in xuska ilaahay la badiyo culammada qaar waxay u fasirayaan xadiiskan macnihiisa wax waafaqaya oo laga tilmaamayo yacni sawaabka ka nuqsaamay in markaa looga jiido taasi laakiin ayna ka iman inay waajib tahay mawdic kasta kolle adayg baana ku sugan haddii la yidhahdo meel kasta oo qofku u fadhiisto haddii xus ilaahay uu ku samayn waayey dembi baa loo qoray haddii la yidhaahdo waa arrin shadiida oo culus weyn baabka 482 baabu jawaasi listilqaa'i cala alqafa wuxuu baab yahay
qadaadka in loo jiifsadaa inay bannaantu u baabiyahay ama jeegada ama qadaadka in loo jiifsadaa inay bannaan tahay alistilqaa wadci ixda rijlayni cala alukhraa iyo labada adin mid ka mid a in la dhigo oo la saaro cala alukhraa adinka kale korkiisa la saaraa inay bannaan tahay inta qadaadka loo jiifsado in labadii adin mid sare loo qaado ka kale korkiisa la saaro ruugga la saaro la dul saaro inay saasi bannaantaa laga qaadanaya goorma weeye idaa lam yakhaf haddaanu ka baqin inkishaaf alcawra cawradiisu inay faydanto cawradiisa la arko haddaanu ka baqin inay saasi u bannaan tahay ayuu baab u yahay wa jawaasi alqucuudi ee fadhigo inuu bannaan yahay mutarabbican xaaluu markaa waxa weeye addimada isdhaafsadoo tarabbucu fadhiistay oo sida kutubta loo qabsaday wadaadadu u fadhiistaan oo kale loo fadhiistaa inay bannaan tahay ayuu u baab yahay wa muxtabiyan iyo xaaluu doonyaynsanayo ama uu digirin xidhanayo kolba sidaad u taqaan inay bannaan tahay inuu saa u fadhiistaa si doonyaysad ah ama digirin xidhada inay markaa bannaan tahay xadiiska 844 dabcadaha qaarkoodna waa 833 عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد عبد الله بن زيد وحويلي لما صحابي ولا بدا بل ورنشري عبد الله بن زيد أيات شراه ومدوى مؤذن كي مدنا وصحابي كلا مقعو ذا أي مقع أبوه ذا أي أسكو مدأ لكن مقع صدحات بكو كربيري عبد الله بن زيد بن عاصم يا عبد الله بن زيد بن عبد ربي بيك لنغنيا أنه رأى إنه عبد الله بن زيد أركي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أركي مستلقيا حالو ترترك أما قداتك أتشي فالنبي عليه الصلاة والسلام أي عبد الله بن زيد أركي في المسجد مسجد قده إساءو قداتك أتشي ف مسجد قده إساءو النبي عليه الصلاة والسلام قداتك أتشي فواضعا إحدى رجليه على الأخرى وقداتك أتشي في مستلقيا هوذا كو قرصون با لغا حاليني واضعا حالو لغي إحدى رجليه لبدي سي الدين مدهان تود او ساري على الأخرى الدين كلا او كر ساري مثلا الدين كي لبدي الدين ممت سراء قاضي مركا ساو حوية الدين كلا او كر ساري الدين كسار ميا وحن نغانا يميد قد بنبو نغانا كلا نرلكو كتاقين متفق عليه والإسكوا فقصين وبخاري مسلم با إسكوا فقين xadiiskan waxaa laga qaataa qadaadka in loo jiifsado oo weliba marka labada adin midkood inta la qaado ka kale la dul saaraa inay bannaan tahay baa laga qaataa waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa sameeyey asxaabtiisuna waa kaga daydeen waxaa la soo wariyaa abubakar iyo cumar iyo cusmaan intuba inay sameeyeen iyo saxaabo kaleba waxaa jira haddaba xadiis reeb ayaa jira uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi midkiin yaanu qadaadka u jiifsanin oo dabeed markaa labada adin midkood ka kale dul saarin xadiiska sidaasee reebaya nahyi ayaa muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa fi saxiixi muslim laa yastalqiyanna axadukum uma yadacu ixda rijlayhi cala alukhra rawaahu muslim min xadiisi jaabir marka xadiiskaa iyo xadiiskan see loo kulminaya aalucilmi waxay yidhaahdeen waxaa lagu kulminayaa xadiiska reebaya diidaya waxaa lagu xambaarayaa marka cawradu muuqanayso qofka cawradiisi la arkaayo xaaladaasay nahyi tahoo la reebay markayna cawradu faydmayna xadiiskan baa ku tusinaya waa jaa'isa way bannaanta saas awadeed buu sheekhu markuu baabaysanayay shardigaa sheegay idaa lam yakhaf inkishaaf alcawra marka cawradu de in la qariyo cawradii waajiba maadaama ay waajib tahay cawradii in la qariyo cawradii si ay ku muuqanayso in la sameeyo ma aha saas aawadeed baa labada xaajisa inay isu caariday waayo laba xaaloo kala duwan baa lagu xambaara taasi waxay ka fiican tahay culammada markaa yidhi waxaa laga yaabaa xadiiskaa kale inuu mansuukh yahay oo la nasakhay waayo naskhigu wuxuu u baahan yahay dee in jamci suuro geli waayo ta kale in taariikhdii la hayo siday u kala horreeyeen la ogsoon yahay marka naskhi meesha ma yaale waxay noqonaysaa laba xaal baa lagu kala xambaaraya cawradu haddayna faydmayn waa bannaanta hadday cawradu faydmaysana ma bannaana xadiiska 852 wacan jaabir ibni samurata radia allahu canhu qaala kaana annabiyu sala allahu alayhi wasalama idaa sala alfajra tarabbaca fii majlisihi xataa tatluca ashamsu xasnaa
جابر بن سمرة وحو يري كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو أهان شري إذا صلى الفجر مركوتو كذا صلاة الصبح تربع مدى دماذا إصلاف صلاة أيها هان شري ولا بدأ أدي إصلاف صلاة تربعه في مجلسه مكان فردقي سجده سأيو أدمد إسكو داف سنشري حتى تضرع الشمس إلى قرح ذكسه بحيسه حصناء حالي مركب وناك سنته يحلو شيء ذا يعضه وعصاك كبا يا السف عن عضانيس حديث صحيح وحديث صحيحة روه أبو داود وغيره حسور يا أبو داود غيرك وحكسور بأسانيد صحيحة سند الصحيح حكسور حديثكم مسلم نواك شراء لكن الفاظ فرقية لأول حيام في صحيح مسلم وكسوينه سواء مركز لكسورين أي صحابي حديث كان وحلقة قادنا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح مركز لقبحه ماشي سأيو فردين شري أدي ماذا اسكو داف سن شري سيدا تربع أفري سن شري لأن هل كاسو كسوغنان شري إلا قول رحضو انت صبح ضع السراء كعيسو وهي نقونا يسميد إليس كيدي افتين كيدي عدي هاي يعني قرح بضنطة إساسا اللوغة تشيدا إنت أنا إلهي بحسي موضع مركي سامركا قفكو كتو كذي إنو كسوغنا ذو إلهي إساقو حصايا فضيلة أي كسو أرورتي خاصة موضع هدو كسوغنا ذو كتو كذي ملايكتو إنو يدو عيني سوى صارورتي أيورونا إسا اللهم اغفر له اللهم ارحمه إنت أنا وحبسو درسينين ماشي سيادو إسكفر ليو وحوية ملايكتو يدو عينيس صلاة الصبح خاصة هانا إن وقت الذكر اللازم ما شاء الله قصونا هذا إلى أن تقول رحض الصلاة كعيسو فضل خاصة كترة حديث كلا وحابا قصة أروري روح مركو صلاة الصبح تكذو ماشي سفر ليا وهلك إلهي كحصة إلى أن تا يعني مركا وحابا قصة رحض قصة بحيسو أو دي هذا برق عدو تكذا يعني عمرنا ما يستر فضل قيد بهلي عمرنا ما يستر فضل قيد بهلي حلوش إذا وقتها صلاة أي بنانانا يسو نافرة إلا تكذا أن صوابت لهين وقتها أي بنانانا يسو إلا وقتها لقد قارا يينو فرديو تأذن وقتها أي بنانات إلا بدرق عدو تكذا حديث كسيدات بقول إيا اللحية اللباطن دبعضها قار كودنا وسيدات بقول يشن يصدنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا عبد الله بن عمر وحولي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن أرك رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة بنانك كعبة أدو كسغن أيان أرك وفناء فنأمها بفناء الكعبة محتبيا بيديه حالو كو دون يستي أما كو دقر نحدي بيديه لبدي سقع موض هكذا سيدا أقود دون يستي أما أقود دقر نحدي يعني مراكم دقر نحدان أما كو دون يستن يقعمه سيدي مركا وحوهي كسو قبطي لبدأ الدين كسو قبطي كعمها مراتي وغلقان مركا وحكدو ييسانيا أما كدقر نحرانيا لبدأ كعمود ووصف بيديه الاحتباء وحكسي في لبديس كعمود أي كسي في قابك مركا وحوي دون ييستك وهو القرفصاء ما يسلط دون ييستك وي راه البخاري بخاري أي حديث كسوري حديث كان وحو تلمم يا النبي عليه الصلاة والسلام سياله أفري سنشر إني كم إذا هاي إنو مركا دقر حدو أما الدون يستو قعمه ساكو الدون يستو أما كو دقر حدو قاب كائن السمين شر النبي عليه الصلاة والسلام مركا قاب كائن لسمينا إني بنان تهي بالاقا قاضنا مسجد كهدي لغو سمينا أين اللي بكسونا حديث كسديد بقول يتضبي اللباطن وعين قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء وحي قيل بنت مخرمة لي وحن أركي النبي عليه الصلاة والسلام وهو قاعد والحال هو إسو النبي عليه الصلاة والسلام قاعد أفردي القرفصاء وحو أفردي قابك الدنيا إستك أفردي أما الدقر حركة كل بصدى التقان فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي أن أركي بيتري رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم المتخشع أخشوعي وقاب كان خشوع ذلك أفردية في الجلسة يعني حوي قاب فردية أرعدت وأن أرقق حوان نحي يعني حويا وأن يعني كربضي نحدين
من الفرقي وحن لا كربدي من الفرقي بقشد رادد أم بقضي بالمركز لا كربدي روه أبو داود أبو داود بالسوري والترمذي والترمذي والسوري لكن ترمذي حديث كأصل كيس أيو تلمامي قدر كان وكبودي أو حول حديث لا رأي الشاغي دبنا إنك رأي تلمامي ساسا وديد سندكها قرناض حديث كوحكم إذا نهشيه لكن أنت هذا إنه قرن ترمذي مشي النبي وأتمي وأركتي وأكون سقنطة لكن قابك إنه فدية وقابك أفدية إيه إنه مركز النحضي إيه إنه قريرتي إيه كل ذلك مسونين ورعدت وحلوت شيء ذا وأنكر بضي أي اللغة شيء ذا مغير الصيغة أبني سنتا لكن وحلو معنين إياه سيدي مركب فاعل إنه أبني سنتا لو معنين إياه وأنكر بضي وي عبسيد دراد يدبان لكر بضي فرقوا وعبسيدهم والنحضة مركا قعمه سأيو النبي عليه الصلاة والسلام وكسوها يستي الدمدا تدن سئر الرصن بأسوف لي تخشع وحي كقاتين علماء قاركود مركي سأينو مركا إندهان هو سؤل لي يعني وحوي يسيخ الشوع له كلا قابك مركا قابك الشوع عدو إكا وفرقوا كليا وقابك نفرقوا كليا أين أهين خشوعنا أي كم وقتي مركي أي كربتين نحضي أي أن النبي قال لفدي عليه الصلاة والسلام أي وحكول يا رسول الله يعني وي كربنا يسا مسكينتي مركز النبي عليه الصلاة والسلام السجن إيجين أي وحكول يا مسكينة عليك السكينة مسكينة ذي حس اللون اللازم واحد المركز سيقطك تي كرب الشدي النحدين توحي قبحين حديث كعلماء قاركود وقويين ترمذي وحكو السوري الشمائل كأيوك السوري إلا وإنك نريو حويا جامعة كما كين قدر كان كما كين لكن الشمائل كأيو سيدن السوري بخارينا وحكو السوري أدب المفرد وحكو السوري حديث ك وحسنة كيسة كتشرا عبد الله بن حسان لليلة ذا أيا كتشرا أو ابن حجر وكيلي ومقبول بمعنى نوع جهالة أبا كسغن وسيدا كيلي وكذلك وحكو تشرا لبا ايو ينكي او كورنا ايو او اسكول لمان او صفية يدو حيبة لبدا سنوا كسوغين لبدا ابن حجر وحكو ارنا ايا مدوالبا مقبولة ايو كورنا ايا ساساوه ذي بعض حديث كانوا ضعيفين لكن علماء قار كدبا قوي حديث كو تحسيني قول كو سيدو ذا نفي عنه علماء قوي سيد تحسين سيد وحكم إذا حافظ ابن حجر العسقلاني فتح البارقة وحورني بالسند لا بأس به وحكم إذا ألباني وكتبه سقار كتبك تحسيننا يا أورنا يا وحسن موضع حورنا يا وحسن في الشواهد وحوه إنا نسيس حسن وهين بلغ فهم يا إن أقب لكن موضع كلو كتبه سكم إذا وأكثر من موضع أي مركة سند كان تحسيني أو الوحسن وحل وحن باري اجتهاد كيسينو اسبدلين وكذلك أرناؤوط تخرج كابي داود كيسقنا والتحسيني عبد الله بن حسان عتري اسبال لقول لقبي تشري شمع فرب بضنبا وحكوري وطبا كبضن ثقات بضنبا وحكوري عد قرن ويدي ودي جهالة دا سون كشك تيمويا نوعا جهالة دا كشك تيمويا جرح كلو الله شاقي متشرو اي مدي متقدمين تقار كودبا لويديو لقويري إنه أبو حاتم هابا في ليا راوي قعد سقادي إنه وحكوري سامية أنفع عيسى تبدوحوا يلي هدي مركز صواب كلا لو ضعيفي وما أنفع عيسى لكن هدي قرى الشواء لو ضعيفنا يوي أنفع عيسى بولي ساساودي جرحي كلا هدان لو شيقين سقاد بضن وحكوريين أحاديثي سنوح مركز لقون صدا إنه كموقا وتقاعد هان شيقي مركز الذهبي إنه مركز نقنا أيو حديث كيسو حديث كعدة مشايخ قاركود أي سووريين وشمع ثقادي وحكووريين حديث كيسنا وحلقوا إن كرأينا كم وقال إنه ثقيه ولو عدت صريح سيين الشرينين أدو مشايخ دي الرواية معروفة كو أهاوية هاي وأوصل لما يحافظ ابن حجر نصدع سنيتها وأوصل لما ساسا أودي ذهبي واتوثيقي نكن عبد الله بن حسان ووحل واثقة كتاب كيسا الكاشف لبدا مركا وحوي ايي وحكورين ايي اسكو لما انو اسكو وينيان واي وح الله هيستاون وحوي وغرشوا مقبول مركو مقبولا مد والبكير حافظ ابن حجر
ومقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث دي يجب اسم التابعي يمد والبتك لي كبيسا ساسا أودد حديث كان يحكو الصحان يهي إنو يهي حصن إنو يهي حديث كان يحكو مركا فايديني النبي عليه الصلاة والسلام إنو أفرستي قاب كاس دون ييسطك إنو أفرستي أما الدقرن حركا قعميسا يكد دون ييسني قيلنا وحوي النبي عليه الصلاة والسلام وقاب كان أفرلي أولي بخشوع صنة مركا أركتي يعني ويقررت النحدين دراديد مركا على كل حال إن قاب كان لوفري سنكره أي بنانتا هاي أي حديثك دليل ويا حديثك سداد بقول يا سداد يلا باطن وعن الشريد بن السويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا شريد بن السويد وحولي شريد بن السويد وصحابي معروفة وأنك مركا وحول شريد بن السويد الثقفي وي وأنك النبي عليه الصلاة والسلام ويدينا يقبي أمية بن أبي الصلت أو مسلم بصحيحة كسوري وحول النبي أوحي ويدو السؤالي هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء قبي أمية بن أبي الصلت وحمكها إسان مركا سان قول لها فأنشدته بيتا هل بيت بانو الشعر فقال هيه وكلمة بيلهذين قرستا ورك لغا قرى يقفك اللي يلهذو وصينو استعماله وصينو استعماله هيه بولي مركا سان دوين بيت لبعض الشعر مركا سان هيه إلى حتى أنشدته 100 بيت إلى بقل بيت أنو قشعر انت ورقي سنة يا النبي عليه الصلاة والسلام وبكب قرى هيه بمرو البلي يا مركز سودة النبي يقول عليه الصلاة والسلام كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم وقصكت أمية بن أبي الصلت إنه إسلامه يا ساس قصكت العلم وحي لهدين وحاو النبي عليه الصلاة والسلام قبل أمية بن أبي الصلت أولا قي السنة ونوي الدين أي يعني وحدانية إيا توحيدك إيا بعثك قرصة لقراء إيا قبل يدي سينو قصنا أوديد قبل يدا أمية بن أبي الصلت أي النبي أدل بي أدل بي سنية عليه الصلاة والسلام قال من ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحل وحي صمر رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا أن أفر لي قابك صلا أفر لي وقد وضعت والحال قد وضعت أن لقي يدي قعنت يدي اليسرى بذي حيسي خلف الظهري لبركي قد بدي سأن لقي يعني قعنت بذي أي حق الضمبير دبر كاردقي مركز كنت يرصد واتكأت على ألية يدي وحان كنت يرصد يبوري وحان عسكد على ألية يدي قعنت إيدا هل كمركز وحوي قنت أؤه بمعنى السلق وكلا أقردقن وحوي وهل كباب بعض وقسو حكتا حق الردنك باب بعض قنت إيدا هل كاس مركز وحوي أن عسكد فقال النبي وحول عليه الصلاة والسلام تقعد قعدة المغضوب عليهم موحد أفري سنيسا كوي اللو عروضي قابك أفري ستين وكلم يد أفري سنيسا واسم هيئة قعدة يعني كوي اللو عروضين يهود اللوتشي ذا مقابك يهود أفري ستان وكلا أفري سنيسا يعني هو أفري سنين باللوتشي ذا والديد ما لقود ديدا يؤين قابك أفري ستو روه أبو داود أبو داود بسوري بإسناد صحيح سند صحيح يكسوري مركا حديثكو وحديث صحيح وي ولب الشواهد نواري سند كحديثك ابن جريج باكو تشرا لكن ابن جريج مسادير تردمان تود معن عنين اما لها قار كود با مركا السماع لتصريحي ساسا وديد وحوال قوع اللين مان ولب الشواهد نواري وحلقا قادنا يقابك ان لو فريستان ان في عنين اي تيقابك يهود فريستان هذا حديث كلا صار روت الماما هي الصلاة دا إن قاب كائن لديد يوكل الصلاة دار حديث كان وحوي ومطلق وسيد ديسين مركا أهل العلم يقار كوضو حيكا قاتان مرنا بإن لو فريستانيني أهين أما الصلاة ده اللي قتشر أميان اللي قتشر نسي إطلاق إن لو ديد وحكالو لقا قادنا يا تشبه قال ذا إن لشبهين وتقعد قعدة المغضوب عليهم وحلقا قادنا يا هشبهين وقاب كوضو فريستانين ويتشبه قارض مبنانا من تشبه بقوم فهو منهم مركا قعنت بذحوي كصاب سنة هدي قعنت مدي قفك وعسك ذو يعني وحوي أما قذب كيسة أولي وقعنت مدي وحولي بكم الصونة ها لبضح تلفت هذا إلا إسراعي ماءها
waayo dee nahyigu maadaama ku saabsan yahay gacanta bidixan dhulka la dhigo farqi ma kala laha timidig inay raacdo iyo inayna raacin cali ilaaq in loo diida iyada in la dhigo ayaa laga qaadanayaa kada yadhar baabka 492 baabun fi adaab almajlis waljalis huwa baab yahay fadhiga aadaabtiisa iyo waljaliisi kala fadhiisanaya cid aadaabtiis aljaliis bimacna almujaalis حديث 892 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه رسولك وحول عليه الصلاة والسلام لا يقيمن يانكعن أحدكم متكين رجلا يانكعن من مجلسه مكان فرقس يانككعن ثم يجلس فيه طالنا فرسنا يوم يشاس قده هذا فرسنا يوم waydan qoray yajlis mise yajlisu yajlisna way banayeen culimada qaarkood in loo dabdiyo waxay noqonaysaa summa yajlis fihi dabadnayaanu fariisan in meesha gudaheeda waxay noqonaysaa in marka ficilka majzuumka in lagu cadfay summa la yajlis fihi ay ka dhigantay summa yajlisna waxay noqonaysaa hadii la dabdiyo kordhiga sharaxda qaar waa sheegeen midkiinaanu ka kicinin nin meeshiisa yaanu ka kicin meeshuu fadhiyo uma yajlisa fiihi dabadna meeshii uu fadhiisto aan labada ayaanu isku darin ayaa macnuhu noqonaya sida marka rafcadu maxay u dhacaysaa marka ficilka la rafciyo waxay u dhacaysaa uma yajlisa fiihi intaa dabeed waa fadhiisanaya meesha gudihiisa bimacnaa waxa weeye waxaa lagu xambaarayaa hadduu idee iskii uga kaco ayuu fadhiisanayaa laakiin intuu ka kiciyo fadhiisanaya maaha ujeedadu walaakin tawassacuu hayeeshee isu ballaariya isu waasiciya watafasaxuu isu ballaariya yacni isu durdurka si ay meeshu idinku bannaanaato idin deeqdo oo mid idin ballaaran ay noqoto cid soo dhiggeli karto qof walee markuu in yar yacni markaad durko dee boos baa ka soo baxaya meeshii xalqadii markaa cid baa soo geli karto wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaan jiray idaa qaama lahu rajulun in hadduu kaco isaga aawadi u kaco min majlisii meeshiisii uga kaco makaanu fadhigiisii lam yajlis fiih midaan markaa fadhiisan buu ahaan jiray meeshaas mutafaqun calayhi bukhaariya muslim baa isku waafaqay marka qof yacni meeshuu fadhiyo aynuu qof kale ka kiciyo yidhahdo iga kac ta noocaasa xaqu ma leh yacni qofku meeshuu usoo dheereeyo isagaa u xaqnimo badan masjid ha noqoto meel masjidka ka mid a ha noqoto meel kaleoo marka waxa weeye marka mubaaxa ha noqoto meesha usoo dheereeyo isaga u xaqnimo badan haddii laakiin qofku meesha fadhiyey oo ka yaro kacay masalan oo kale qof baa masjidku meel fadhiyey candhufbisii soo tuf intiibaa mid fadhiista markuu soo noqdo xaaladda waa ka kicin karaayo isaga u xaqnimo badan isaga ayaa markaa u xaqnimo badan waxay kaloo culammada qaarkood ay markaa yidhaahdeen hadduu meeshu meeluu darsi u fadhiisto ay tahay masalan oo kale waaba sheekhii darsiga dhigaayey meeshuu u fadhiisan jiray darsiga markuu dhigaayo ayaa mid sii fadhiistay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen xaalka noocaasa waa ka kicin karaa saasay markaa hakadaa qaalu saasay culammadu yidhaahdeen imaamku mawdica markaysa axoon yacni uu dadka ku tujinayo isagu isagaa ugu xaqnimo badan marka qof hadduu iska fadhiisto isagu waa ka kicinayaa ishkaal male waayo waa mawdici imaamku istaagaayay dadkana ka tujinayay qofka iska sii fadhiistay dee imaamadii waa looga xaqleeyey waa inuu banneeyaa haddaan loo daynin waa inuu banneeyaa waa laga kicin karaa nahyina noqon mayso caruurta yaryar ee aan markaa waxba kala garanayn ama aan salaad garanayn safka inay galaan xaqu ma leh waayo safkii wuxuu noqonayaa mutaqatic ilmo yaroo iska jeesjeesanaya hadduu doono sheekaynaya salaadaan u garanayn yacni waxa weeyaan da'dii layidhi tukadaba ma aha mana garanaayo salaad xaalka caynkaasa safka in la geliya ma aha hadduu iska galo waa laga saarayaa nahyina noqon mayso waayo safkan waxaa loogu talagalay dadka tukanaaya isaguna ma tukanayo salaad ma hagaajinayo mana garanayo laakiin ilmo salaaddii hagaajinaya oo garanaya oo sebi ha ahaadee mumayiz ah ta noocaasa safka hore hadduu soo galo ma laga saari karaa mise lagama saari karo taas waa mid ay culammadu isku khilaafsan yihiin waxayna ku dhisan tahay waa qadiyatu afhaamo xadiidkan macnaha laga fahmayaa muxuu yahay liyalinii minkum ulul axlaami waannuhaa ma waxa weeye safka hore xaqu ma laho ma soo gelayaan miya
mise waxa weeye dadka la leeyahay u soo dheereeya ulul axlaami wanuha u soo dheereeya oo hadday dayacaan fursadaas xaq uma yeelanayaan inay ka saaraan qofkii kale. Xadiis soo aroray waa jira oo abi daawud ku soo wariyo tilmaamaya raggu waxay safarayaan safafka hore, caruurtuna waxay safanayaan safka ku xiga, dumarkuna waxay safanayaan safka ka sii dambeeya. Marka xadiiska abi daawudka wuxuu tilmaamayaa caruurtu inay saf gaara noqonayaan, ragga inay la safanayn. Waana xadiiska shaaficiyadu qaateen, saasaawada iyagu ma qabaanba markiisa marka caruurtu inay ragga la safanayso. Iskada ka hore xataa markiisa kuwa kale inay la safanayaan ragga ma qabaan, saf gaaray markiisa markaa noqonayaan, saasay markaa qabaan. Cala kulli xaal, laakiin xadiiska sanadkiisa ayaa kolley wax ku jiraan oo waxa weeye marka laga hadlayaa الشيخ ابن عثيمين حديث كان ليلني منكم أولو الحلام والنهى يساق معناها وكفهم يوحي تهاي قفك سبق أها السلاة دقرني مميز كها السلاة دقرني وحكى للسوعي صفك لو دي دي ما يهدو أصور داري حقنا اللغو مالها إن لغا صارو دادك يقع اللي يرسور داري دادك المركة وحوينو هالسوع حقان هذا يقع المركة أرن كيد ضيعان وبرنيان فرصدي وقفك كالسوع قال لغا ما صاري كالو السلاة دينا وهقاتشيني ابن عثيمين صار صورناه، لكن وحلق السوري الصحابة قاركود، هنا يحوي كصارين، هنا يرأو مميزة، وولي بمركا قان قارني ما كدو، هنا يكبي حيان صفك هراء، ده ناقي قلة، أي الصحابة قاركود كصار رطي، ده إن إنك أضع عروض، صلاة مركي لقب حيبو إيه من صحابه، حان صفك كصارت، مركا سوي النبي عليه الصلاة والسلام بايري ليالني منكم أولو الحلام والنهى. صحابي قاسي فهمك وكفهم حديثك وحوية وإن لقى ببحنا يو لقى صاريو يعني وحوية إنك رون مرهدي آنو مركي سأقول الحلام وإنها آنو أهين صفك هوري سأقول سو ديري إن لقى ببحنا يو لقى صاريو ساسو حديثك مركا كفهمي وكقاطي إنك ندر نقر نقصنا يبو أهايو يعني أنا الميرو السبي يبدي أهين كوريا وايه qofku inuu wax iska dhigto safka hore oo boos qabsad uu sameeyo tan noocaas oo meel aanu fadhiinin ba marka wax loo dhigayaa ama wax iska dhiganaya meeshuna meel ka yara kacay ma aha oo ku sugnaan jiray xaq uma laha waa qasbi waa dhac meesha la dhacay yaa marka dambi bay noqonaysaa tan noocaas waxa uu xaq leh cid soo dheereysa uu xaq leh waxa la dhiganayana xaq uma laha لكن قف ماشى في الدية أو مركي سمركا كي يركع أما ويسو كع أما مركي سمركا حان يعني خلاه يربى هذي أو ده مركي سماشى كصور نقنية ماشى نميله في الدية أي تهاي هذا وحصير اللي اقتدى بكم الصونا ويسقى ماشى وحقني ما بدنا حتى عدان وحبدي كان مركا كاسو كله وحوى يعني سقو وأو بنان طين وحصير دكتا لكن قف أن ماشى في الدين وحلاه دقو وضدك سو ديري لوجو ديدو qof iska maqanna markiisa marka booska loo sii hayo loo sii cishimeeyo cishimadii baad iska badato marka si ila masjidka soo gashay yaa cishimadii inta iska farabadatay ay ila masjidkii soo gashay aalu cilmi waxa ay lahayn tan noocaasi ma banaana waxay noqonaysaa qasbi bay noqonaysaa meesha la dhacay oo la boobay haddaan dib ka imanayn in laga tuuro wala iska galo ayaa saxan 800 iyo 300 dabcadaha qaarkoodna waa 800 iyo 900 ah وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة وحشاقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول كإلهي صلى الله عليه وسلم أويله إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به إذا قام أحدكم متكين هدوكع من مجلس مالو فردي وككع مكان فردي ثم رجع إليه دون أوصى النغضة ومكان كأوصى اللابط فهو أحق به isaga ugu xaqnima badan oo geyrki uga xaqnima badan rawahu muslim muslim ba sahiha ku soo wariyay hadiskan wuxuu tilmaamayaa qofka haduu meel fadhiyay oo meesha ka yara ka oo cudurdaar uga yara kaco meeshina deeanu iska deyn oo ku soo noqdo inuu isagu xaqnima badan yahay marka meesha waxa soo galeysa masjidki waa soo galeeyaan lama kala farqin inuu wax dhigto iyo inaanu dhigan على هذا وحي النقنى إسابة أهل العلم قوي لهذين إنه ماشي روحي ما كرف فريستي ورنكر ماشي أنا فردياي وحوي أنواني كي ركعي يعني إنه كسر نقضنا ودوني ماشي نعانو كفقان إنه ككعين كرئيسكم
mar haddii uu xadiidku sheegayo inuu uga xaqnimo badan yahay, laakiin waa inaanu meeshii mid uu icraad ka sameeyey oo iska daayay aanu ahayn. Ta kale meesha waa inaanu iskaga tegin, oo inuu markaa ruuxu xeeladoo kale ka dhigto hadda, oo markaa waxa weeye meel aanu doonayn hadda inuu fadhiisto, uu doonayo inuu ku qabsado uun intuu soo galo masjidka oo meesha alaab dhigto ama saa u yar fadhiisto, muraadkiisuna ay tahay xeelad inuu ka dhigto hadhow inuu u xaqnimo bato, suuqiisana doonayo inuu iska galo, oo dadkii markaa waxa weeye meesha ay uga baydhaan, isaguna uu yidhaahay meesha waan fadhiyey, ilaahay lama khiyaamayn karo. Marka xeelad caynkaasa hadduu uga jeedo xeeladda noocaasi waxa u bannayn mayso. Laakiin waxaa laga hadlayaa la sheegayaa qof meesha fadhiyey kadibna cudurdaar yar uga kacay, candhuufaa soo tufayo, yacni ha soo weysaysanayo, wax yaroo noocaasoo kale intay la kulmeen isla markiiba ku soo laabanaya, ka noocaasi inuu u xaqnimo badan yahay laga tilmaamayaa. Laakiin ruux iska tegayo oo suuqa iska gelayo intuu doono iska maqnaanayo, marka ay soo dhowdahayn waqtigu oo dadkii markaa waxa weeye ay markaa dee soo buuxsameen ama aada u yimaadeen, inuu markaa waxa weeye intuu dadkii soo dhex maro oo hadhow markiisa meeshii markaa waxaan yacni usaa ku fadhiisto, yacni ta noocaasi waa baabkii yacni qabsiga meesha la qabsanayo, taxjiirka lagu sameynayo, dadka laga mancinayay, oo dadkii ka soo horreeyey qofku markaa uu doonayo inuu markaa isagu ka hormaro safkii hore iska sii qabsado, aanu fadhiisanaynin ee uu suuqiisa iska gelayo, ta noocaasa xadiiskani markaa daliil ugu noqon maayo, xeeladda caynkaasina waxba tari mayso. Yacni xeeladdu haddii la doonayo wax la diiday in lagu bannaysto waxay ka anfacaysaa ma jirto. xadiiskuna tu ku saabsan yahay taas maaha, waa qof cudurdaar uu yaro kacay iyo wax la mid a, yacni markaa wuxuuna ay dhow yihiin ta noocaasu ku saabsan yihiin. Marka calaa haada wuu ka kicin karaa hadduu sidaa yahay, calaa haada wuxuu noqon karaa xadiiskii hore mid khasisaaya oo wax ka reebaya, ilaa kii hore wuxuu sheegayay markaa yaanu kaba kicin been. xadiiska 831 dabcadaha qaarkoodna waa 840. wacan jaabir ibni samurata radia allaahu canhu qaala kunna ida atayna annabiya sala allahu aleyhi wasalama jalasa axaduna xaysu yantahi. jaabir ibnu samura waxa uu yidhi waxaanu ahaan jirray ida atayna annabiya sala allahu aleyhi wasalam markaanu nebiga u nimaadno calayhi salaatu wassalaam, jalasa axaduna midkaayo wuxuu fadhiisan jiray xaysu yantahi meesha markaa fadhigu uu ku dhammaado oo dadku markaa ay fadhiyaan ee ku soo xigtaa ayuu fadhiisan jiray. rawaahu abu daawuud, abu daawuud baa soo wariyey, wa tirmidiy, tirmidina waa soo wariyey, waqaala xadiisun xasan, waxa uu xadiis xasana. xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in saxaabada nebigu sala allahu aleyhi wasalam qaabkay u fadhiisan jireen buu sheegayaa. markay nebiga u yimaadaan calayhi salaatu wassalaam, meesha fadhigu ku dhammaado bimacnaa dadka ugu baallaysa ayuu fadhiisan jiray midkaaya buu yidhi. yacni qofka yimaadaa dadka ma soo jeedi jirin, laakiin meesha waxaa jirta oo kale saxaabada nebigu sala allahu aleyhi wasalam waxay u fadhiisan jireen si markaa waxa weeye yacni goobo ah, xalqad ah, goobay u fadhiisan jireen. mar labaadkana way isku dhadhawaan jireen ee qofba meel iskama fadhiisan jirin, ee waxay ahaan jireen qaar isku dhadhawaada ayay ahaan jireen, sida axaadiista qaarkood ka muuqata oo xadiiskii tilmaamaya saddexdii nin ee yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam xalqaddiisa, oo midkood uu helay xalqadda bimacnaa goobada loo fadhiyo fakad ka bannaan buu helay uu geli karo, markaasuu meeshii galay. kii labaad wuxuu waayey meeluu ka galo xalqaddii goobadii loo fadhiyey, meeluu ka gala ayuu waayey, markaasuu xalqadda dabadeeda ayuu fadhiistay halka ka dambaysa. kii kalena waa iska tegey, waa xadiiskii macruufka ahaa, laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi kani waxa weeye waa soo dunmay, bimacnaa waa soo dhowaaday, fa aawaahu allah, yacni ilaahay baa soo dumo xaggiisa u soo dhoweeyey. aljazaau min jinsi alcamal, kaasina dadka maadaama meele ayna ka bannaanay inuu cidhiidhiyu ka xishooday oo isku dhex tuuro oo allahna waa ka xishooday, xadiiska macruufka waa ka sheegaya. marka culammadu waxay yidhaahdeen haddii dadku markaa iyagu taa ay dayacaan oo ay fakada jiraan oo iska bannaan yihiin meela iska banbannaan xaggii hore ah, xaalka noocaasa yacni waxa weeye in meeshii la dayacay inuu ruux intuu soo dhaafo dadkii kale isagaan jiidhin
meelaha bannaan soo maro, meeshii bannaanaydee markaa dhoweyd ama safka hore ahayd inuu fadhiistaa, ta noocaasi waxa weeye inuu markaaba diidiis, waayo iyaga ayaa dayacay oo markii isagaa sidii aadaabtu ku fiicnayd u fadhiisan waayey. Markay sidaas tahayna waxa weeye ruuxii markaa meesha fursadda dhow helay, dee waxa weeye waa u fadhiisanaya, meeshaa dhow u fadhiisanaya. Hadday xalqad cilmi tahay iyo hadday khudbad markaa tahay, mid walbana waxa fiican dhowaanshaha ayaa fiican in la dhowaado. Khudbadda jumcada waaba soo aroortay wadnu min alimaam ama wayadnu min alimaami, imaamka markaa inuu u dhowaanayo dhowaanshihiisa waa soo aroortay, oo xadiis baa ku soo aroortay nasan. Xagga kalena nebiga calayhi salaatu wasalaam in loo dhowaado waa la jeclaa. Xalqadaha laftooda marka isagaa in laysku yareeyo oo ay isu dhowaadaan waa jirtay. Waa tii nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, ina tafaruqakum fii hadii alawdiyati waalshicaabi min ashaytaan, yacni kala tegiinna iyo tafararuqiinna aa markaysaa dhirahan ku kala tegaysa dad safar bay yihiin. Markaasay waxa weeye markaa dhirtii kala duwanayd ee ayga ayaa markaa qolaba geed markaa fadhiisatay. Markaasuu wuxuu markaa yidhi waxa weeye shaytaan xaggii bay ka ahaatay. Markaasaa waxay saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam ay sameeyeen intii ka dambaysay inay isu dhowaan jireen. Haddii xataa go' lagu fidin lahaa korkooda siday isugu dhowaadeen, waa deeqi lahaa, yacni si aad isugu dhow ayay markaa sameeyeen oo isciriiriyeyaan. Marka calaa kulli xaal, haddii xalqadda markaa waxa weeyaan ayna meel ka bannaanayn, meesha markaa bannaani ay ugu dhow baa la fadhiisanayaa. Laakiin inuu markaa qofku meel dambe iska fadhiisto oo gidaarka dambe iska tago, yacni ta noocaasoo kaliya aadaabta yacni kuma fiicna markaa waxay cilmiga, waa in markaa waxay lasoo dhowaado ayaa markaysa aadaabta cilmigu ay ku jirtaa. Marka inayna dhibaynin dadkii oo ayna jiirjiiraynin, yacni markaa ayaa laga qaadanayaa. Maalin jimcaha baa nin soo galay, markaasuu dadkii ka tartallaabsaday, yacni dadku si isku dhadhow bay u fadhiyaan. Marka waxa weeye meelo bannaan inuu maray maaha, dadkii buu ka tartallaabsaday. Markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, ijlis faqad aadayta, fadhiiso waad dhibtay dadkii, yacni saasuu ku yidhi. Marka calaa kulli xaal, dadka in la dhibo ma aha, laakiin waxa weeye in laysku dhowaado ayay tahay, meesha markaysa fadhigu ku dhammaadana yacni la fadhiisto, sidaa tartiibta ahee markaa munadamka ahee goobada aan loo fadhiisto ayay aadaabtu tahay. حديث كسدد بقول يا النبي صدن. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي وحول عليه الصلاة والسلام لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه لا يغتسل مما يدو رجل من مما يدو يوم الجمعة ما لنشمع ويتطهر اسم طاهري ما استطاع انتو كري كرا اسم طاهريو من طهر استاهرين طهارة يعني طهر قد تطهر باللوتشي اسم مستر كي بالك يعني فعل كلا هو هاتو لكن هو اسم مستر بهذا كنوته ويتطهر ما استطاع اسم طاهريو انتو كري كرا ومن طهر استاهرين ويدهن مصب كذا بمعنى دفن اسم مريو اما السبق هالنقضة اما السليد هالنقضة min duhnihi yacni wax markaa dufankiisi ka mida ama saliiddiisi ka mida ama subaggiisi ka mida isma soo mariyo aw yamasu min tiibi beyti ama isma soo mariyo udgoonkii gurigiisa isma soo mariyo wax ka mida summa yakhruju deedna ma soo baxo oo falaa yufariqu ma kala kaxeeyo bayna snayni laba dhexdoodna ma kala kaxeeyo summa yusallii intaa dabadeed ما تكذو ما كتب له وحي الله قري ثم ينصت دون ما أمس إذا تكلم الإمام إمامكم مركو هذا إلا غفر له إن لورد أفهم وياني ما بينه وبين الجمعة الأخرى إساق إيا كم عذا كلا يسوس عطا إنت أرد حيسا إن دم بيجيسا لورد أفهم وياني يعني روح كالسوس سلا السمائية وإنت أسوس شقاء السمائية waxaa loo dambi dhaafaa labada jumca inta u dhaxaysa. Rawahu lbukhaariy bukhaari ayaa soo wariyey xadiiskani. Wuxuu tilmaamayaa
shumcada qofku markuu imanayo waxyaalaha ay tahay inuu soo sameeyo. hadduu ashyaada xadiidku sheegayso ku kaco uu kulmiyana in loo dembi dhaafayo labada jumco inta u dhaxaysa ayaa xadiidku sheegaya. ugu horrayn waa inuu soo maydhaa, waa maydhashadii jumcada. maydhashada jumcada la maydhanayo waa maydhasho mashruuca. culammadu waxay isku hayaan mawaajiba ma sunnaa. xadiidkii muslim saxiixa ku soo wariyeyna wuxuu sheegayaa waajib buu sheegayaa. ghuslu yowmi aljumucati waajibun calaa kulli muxtarim. nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, maydhashada maalinta jumcada la maydhaa waajib bay ku tahay qof kastoo qaangaadh ah. qof kastoo qaangaadha waajib bay ku tahay. jamaahiirta culammadu waxay qabaan inay sunno mu'akkada tahay. wujuubkanna waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa waa muta'akkido, waa adagyihun baa laga tilmaamayaa. waxay ka qaateen oo uga leexiyeen daahirka wujuubka inay waajibnimadii tegisteeda lagu dambaabayo inay ku fasiraan xadiiska tilmaamaya ruuxa maalinta jumco soo weysaysta oo dabeedna markaysa markaa intuu soo weysaysto oo si wanaagsan u soo weysaysto jumcada yimaada, fa bihaa wa nicmat, yacni wanaag buu leeyahay. wa nicmat baa xadiiska cabiran. waman igtasala falghuslu afdal, kii maydhana maydhashadaa fadli badan. marka xadiiskaas waxay yidhaahdeen maadaama ruuxii weyse keliya ku kaafto mee aan soo maydhanin, nebigu calayhi salaatu wasalaam u ammaanay dee inaanu ruuxaas dembi la imanin baa laga qaadanayaa. oo hadduu markaa maydhashada laga tagaa ay dembi tahay, dee ammaan mutlaqan lama ammaaneen. marka ammaanta la ammaanay waxaa laga qaadanayaa inaanu wax markaa dembiya inaanu markaa ku qabin maydhashada uu ka tegay. ila fa biha wa nicmat baa xadiisku sheegaya. waman igtasala falghuslu afdal, kii maydhana maydhashada u fadli badan. afdalna waa ismu tafdiil oo waxay tilmaamaysaa labaduba fadli waa leeyihiin kanaa sii fadli badan. taasna waxaa laga qaadanayaa in maydhashada jumcada la maydhanaya ay sunno tahay. saas awadeed wujuubka waxay ku xambaareen muta'akkid inuu yahay sida marka waana usluub bay yidhaha luqatul carab lagu isticmaali jiray weeyaan bay yidhahdeen. kolle waynoo iman doontaa masaladu. ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa waajib ayay yidhaahdeen qofku hadduu ka tago ku dambaabayo maydhashada jumcada. awalan marka hore waa inuu soo maydhaa. maydhashadaasi waa maydhasho cibaade ee maydhasho caada a maaha. dadka qaarkood way maydhaan jumcada laakiin ma niyeeyaan, yacni cibaade ahaan uma niyeeyaan. waxaana la rabaa in cibaade ahaan loo niyeeyo. inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa. niyadu waxay kala socdaa bayna alcibaadaati waalcaadaat, shaygu inuu caado noqdo iyo inuu cibaado noqdo niyadaa kala farqinaysa. waxay kaloo kala socdaa cibaadaadkay qaarkoodba qaarka kale ka socdaa. marka marka la maydhanayo jumcada waa in loo maydhaa niyo taqarubo allah loogu dhowaanayo oo amarkii sharciga ahaa lala imanayo, yacni niyadaas waa in lagu maydhaa. ee waa jumco waa la maydhan jiray iska maydho waa inaanu marka isaga uga dhicin. ee sida markaa weysada markaa uu qurbo uga jeeday u niyeynayo saas oo kale maydhashada jumcada waa inuu niyeeyaa. marka marka hore jumcadii waa inuu soo maydhaa, mar labaadka waa inuu soo tahaaro qaataa, yacni tahaaradu awoodi kara iyo nadaafadda iyo tahaaradii sharciga ahba. waa isa soo subkayaa, dufan buu isa soo marinayaa. inuu maalintaa dufan ismariyaa waa sunni wey, waa sunni weeyaan. wuxuu isa soo marinayaa udgoon, udgoonna waa isa soo marinayaa. tiibka uu helo ayuu isa soo marinayaa. salaaddii buu soo baxayaa. hadhow cid ma dhibaayo, laba ma kala kaxaynaayo, laba isku dheggan ama laba wada faqaya ma kala farqinayo, yacni meel bannaan hadduu helo waa fadhiisanayaa. wuxuu tukanayaa wuxuu awoodi karo ayuu tukanayaa. markaasuu dabeedna aamusayaa. markuu imaamku hadalka bilaabana waa aamusayaa, intaa ma sameeyo ilaa gufira lahu maa baynahu wa bayna aljumucati alukhraa, labada jumco inta u dhaxaysaa loo dhaafaa. yacni dembigiisii labada jumco inta u dhaxaysa ayaa loo dhaafaa, isagiiyo jumcada kale inta u dhaxaysa waxaa loo jeedaa maa bayna aljumucatayn ayaa dembigiisa loo dhaafaa. dembigaa la dhaafayo culammadu waxay yidhaahdeen, jamaahirta culammadu waxaa loo jeedaa sagaa'iru dunuubka, dembiyada kuwooda yaryar baa loo jeedaa. wa ilaa kabaa'irtu waxay u baahan tahay dembiga weyni toobad keeno, ruuxu toobad keeno ayay u baahan tahay.
معناها تي اي كسار ورتي حديث كي الشيخ اي مركا لا عمر يستو الى عمر ذاك رمضان مركا لا صوم الى رمضان تكالي صلاه الشنطة انت سي مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر وحمرك مكفرات يدا بالدادين ايهين وحي ادحيي وقورما إذا اجتنبت الكبائر هدي لغده رادو دنبية دواوين رواية كأنه وحي الشيخ ما لم تغش الكبائر انت كبائر تلالا إمانين دنبية دي سوى الله دافيا حديث كان مسلم بصحيح كسوري ساسوى ذا جمهور أهل العلم وحي ليهين حسنات كدنبية دي لغو دافيا وصغائرتا إن الحسنات يذهبن السيئات والدنبية دي الصغائرتا بلغو دافيا بي جمهور أهل العلم أي لهدين حلقة قادنا يا أنتنا عمل إن للسمائي إن يفي عن تهي ودقون كليس الصوم مريو دهني كليس الصوم مريو أما أنت دفن إلا اسمريا دفن كسوين إنه مثل رائحة له وده دتك اللي بيا وإن إنه أهي يعني دفن عن رائحة له هاي إن دتك اللي بيسا وين مركز الصوم مريا سليد المركز زيت زيتون كلي له ذا وسليد بركيسن وتكوت من مركز الدلة ذي ذو لينو الشجاعي إن بركيسن تهاي لين أمرين إن اسمرنه وزيت مباركة وزيد بركيسن فكله والدهن به عوننا وبمعنى أحكو إذا أنت كن الصب كذا كن الصب كذا مركز وحوي وسليد بركيسن وي سليد زيت زيتون ك خلاص هم ويسكر في عنت التشام كبحضي النوع عن بكر أول اللي يلهذه نوع يضع عين كصايا في عن وايهي إمامكم مركو هذلا وين ومركا أمسا إذا هذا مركا فعل لقلي صدح حرضات بين نقطة إن فعل كل السماية أو لقبحي إن لبلابه أو لقذق قلي إن لدونا يو إن للسماية ولأن لبلاب مركا لبس سورة ويفر بضنطاي أو قرآن كانوا كتمي فإذا قضيت الصلاة ومركا لدمي أو لقفار قوي مركا لقفار قوي إرادة يدل لوجه إذا نوي بضنته إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وحوية ومركا دون إنسان بل لوجه إذا إن الصلاة دوك عذان هذا مركا الشروع ما جود قلك لوجه إذا ألكن وكلا كم إذا ثم ينصت إذا تكلم الإمام يعني مركو هذا الكي بلابو جود قل لوجه إذا أنت أنا بلابين إنه روح هذا لو بنانت مركو كفار وقود لما يأخذ بدنا إنه مركان هذا لا دواء بنانت وحلوت إذا ومركو قذقلو إذا تكلم الإمام ثم يصلي ما كتب له صلاة وحلقة المامية أما صلاة الضحى النقطة أما النافلة مطلقة النقطة إن الصلاة بنانت هاي إن مركان النافلة للي ما دو لسنة إستا قل راح ذو السمدة برتن كذا إنت ينقارين كهر دينو تكذا وبنانت هاي إنه تكذا وبنانت مركا صلاة الضحى هاتو نافلة مطلقة هاتو ثم يصلي ما كتب له يا وسيد يسنت هاي تاسنا وحلقة قاضنا يا نافلة داسين وبنانت يسنة يشاء وتكنية عدو دورنا دي تحية المسجد خيا يتكنية ثم يصلي ما كتب له مركا دي انت مدو لباسو قل كران قدر كوغي يربانا دي وكو حصل يا يعني مركا وعدي بلنقات كلو بلنقات يا حكمك كخرين يي وانت اوو ير ايو كدعي هلكا هنا اوو جوغو الله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك